بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الخاتم الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان المقصود بالفتوى ما اعتيد فهمه من هذه الكلمة لما كنت من الحاضرين، ولا اعتذرت للإخوة الأفاضل الذين قدموا لي الدعوة للمشاركة معهم، وكانوا دائما يكرموني بأن يدعوني وبأن يقدموني للكلام في قضايا مشتركة بين كل أصناف الفكر. الفتوى وخاصة في الدين الإسلامي ليست خاصة بالمسألة الدينية وحدها، وإنما هي تشمل كل وجوه الذي يستشار فيه أهل الاختصاص. ومعنى ذلك أن ملكة سبأ عندما تستفتي نصحائها ومستشاريها في كيفية التصرف مع الرسالة التي تلقتها، وهي رسالة دبلوماسية تتعلق بعلاقة بين دولتين، لم تسأل عن فتوى دينية، وإنما سألت عن فتوى في اختصاص معين، أي إنها طلبت رأي مختص. ولذلك فإن كلامي اليوم لن يكون نظرا في المسألة من وجه الدين، وإن كنت أعتبر أن وجه الدين أولى من وجوهها الأخرى، ولكن ذلك ليس مجالي، ولذلك فسأتكلم في مجال أعتقد أنه هو الذي من أجله دعيت. سأتكلم في مسائل خمس. أولا، العنوان. هذا العنوان محير، لأنه في الحقيقة كان بقصد وفيه نوع من الإحالة إلى وضعية مزرية في بلدنا وفي كل البلاد العربية، وهي أنهم يعتبرون أن وصف رد فعل الشعب بصيغة يحقرون منها الوصف الديني، كلمة فتوى فيها ترذيل وتقليل من قيمة رد فعل الشعب، وأن الشعب أراد أن يستمع إلى من يمثل مواقفه القيمية فيما يتعلق بقضية لها صلة بمسألة ليست فقط قيمية ودينية، وإنما تتعلق بعلاقة بين قضيتين أساسيتين، وهو الأسرة والثروة، الاقتصاد والعلاقات الأسرية أو النسب. قضية المساواة في الإرث قضية أساسية في كل مجتمع تجمع بين الاقتصادي والروحي إن صح التعبير، أو علاقة صلة الرحم. بالنسبة إلى هذه القضية من الطبيعي أن الشعب يراها من قضايا الفتوى، ومن قضايا الفتوى بمعناها الديني، أي بمعنى العلاقة بين أحد الحقوق الأساسية أو المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية، الملكية، حق الملكية وحق التصرف في الملكية بالمعتقد الديني. وإذن فالأمر يتعلق بحقين من حقوق الإنسان، حق المعتقد وحق الملكية. والقضية حتى لو لم ننظر إليها بمنظور ديني هي قضية من أساسيات حقوق الإنسان بالمعنى الحديث للكلمة. ومن ثم فإن العنوان فيه نوع من الفطنة يعبر على أن الفكر الإسلامي في تونس لم يبقى كما يعتقد فكر غافل نايف بالفرنسي، وإنما أصبح يدرك العلاقة الجوهرية بين القيم الكونية الموجودة في الإسلام والقيم الكونية الموجودة في حقوق الإنسان، وتنبه إلى أن الكلام عن الفتوى
يجمع بين البعد الديني والبعد الفلسفي، ولهذه العلة تشرفت بأن أتتني هذه الدعوة وقبلتها ولست نادما عن قبولها. العنوان أيضا فيه وجه أساسي ورد في كلمة الفتوى العامة أو العام من الفتوى. في الحقيقة الفتوى عامة إذا نظرنا إليها من منظور المستفتي، وخاصة إذا نظرنا إليها من منظور المستفتى. فالمستفتى دائما خاص، فهو شخص مختص يتصف بصفتين، واحدة علمية والثانية خلقية. ومعنى ذلك أن صفة التقوى الخلقية لا تكفي لأن يكون المرء مستفتى، وصفة التخصص العلمي لا تكفي لأن يكون المرء مستفتى. أي إن الإنسان حتى في الطب لا يستفتي أي طبيب إلا إذا توفر فيه شرطان: شرط الكفاءة فيكون أفضل الأكفياء، وشرط الفضيلة فيكون أكثر الناس استحقاقا لأن يطمئن المرء إليه وإلى رأيه وأن لا يكون غشاشا مثلا. ومن ثم فإن المستفتى يتصف بصفتين: الخلق والمعرفة. والمستفتي حق عيني لكل مواطن، أي إن كل مواطن سواء كان كفؤا أو لم يكن، متخلقا أو لم يكن، من حقه أن يستشير المستفتى الذي يتصف بتلكما الصفتين، لأنه من حقه أن يطلب خدمات من هو أكفأ في المجال ومن هو أفضل في الأمانة. ولذلك في القرآن الكريم في الآية 58 من النساء يشترط شرطين في الحكم، والمستفتى حكم. لماذا؟ لأن المستفتي عند خصومة مع ذاته فيما يتعلق بموقف من قضية طرحت أمامه وهو متحير في اختيار موقف فيها، فيطلب من المستفتى رأيه لأنه يطمئن إلى أخلاقه ويطمئن إلى علمه، وهذا فرض عين عند المستفتي وفرض كفاية عند المستفتى. المسألة الثانية: ماذا يعنيني أنا شخصيا من هذا الاستفتاء في قضية المساواة في الإرث؟ يعنيني شيء ديني وشيء علمي. الشيء الديني في الحقيقة بالنسبة إلى قضية توزيع الإرث لا يوجد من بين المسلمين إلا قلة يطبقون الشريعة، يطبقون آيات توزيع الإرث. المعمول به هو تقريبا حرمان المرأة من الإرث أصلا تقريبا، في وخاصة في الأرياف، نظرا إلى أن الإرث ضئيل، وعادة الأسرة تحافظ على الملكية لتحفظ وحدة الأسرة، فيكون حفظ الملكية وحفظ الأسرة مترابطين ترابطا وثيقا، بحيث إن البنت التي تخرج يفضل أن لا تأخذ معها قسما ضئيلا من إرث ضئيل قد يفتت ما يوحد الأسرة. هذا الذي تقريبا يجري في كل مجتمعاتنا لمن درس أنتروبولوجية العلاقة بين الأسرة والملكية في البلاد الإسلامية عامة وخاصة في الأرياف. إذن في هذه القضية ليست القضية في أن ما يقترح من تغيير في هذه القضية سيغير شيئا كبيرا، لأن ذلك قد يغير بالنسبة إلى
قليل من الأسر التي تدعي أنها أصبحت حداثية، ولكن بالنسبة إلى البقية لن يتغير شيء، بحيث إن الأباء سيحرمون البنات قبل أن يموتوا ولن يبقى شيء يورث، وسيباع إلى الذكور بصورة شكلية، ليست قضية. ثم إن القضية من حيث وضوعها الديني لا تحتاج إلى فقه، صارت معلومة تقريبا، كل الناس يعلمون أن الفرائض موجودة، وأن الله يوصي بها ويعتبرها فريضة، وأن الله أزال الأعذار في التدخل في ذلك عندما قال فريضة من الله، وقبل ذلك قال لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا، إذن لن تختاروا بين أبنائكم، فالله هو الذي يعلم ذلك وأنتم قد تخدعون. ولذلك أنهى ينهي عن الوصية للورثة، انتهى الأمر محسوما. إذن دينيا القضية ليست قضية، القضية هي في المجال العلمي، وهنا أعيب على رجال الدين في تونس وفي البلاد العربية كلها أنهم أرادوا أن يعالجوا القضية من منظور ديني فقط، ولم يستعملوا الحجة الدامغة، أي أنهم لم يقوموا بتشخيص فعلي لحال توزيع الملكية في البلاد العربية وفي الأرياف، ولبيان أضرار تغيير هذا النظام الموجود في القرآن والذي هو غير مطبق، يعني لو طبق لحقق ثمراته، غير مطبق لأسباب معلومة. عدم تطبيقه الذي سيصبح بأمر القانون قد يؤدي إلى نكبات لا تقدر، ولكن هذا ينبغي إثباته بدراسات علمية، باستفتاء عكس الآن، بدلا من أن يستفتي الشعب العلماء، نحن نريد أن يستفتي العلماء الشعب. ينبغي أن يقوم رجال الدين ورجال الاجتماع، علم الاجتماع، ورجال الاقتصاد ورجال القانون باستفتاء الشعب برأيه في هذه القضية. ما الذي سينجر عن هذا القانون الجديد إذا وجد؟ وسنرى أنه لن يمر، سنرى لماذا أنه لن يمر. إذا مر، ما هو ضرره على الأسرة وعلى الملكية وعلى العلاقات الاجتماعية إذا حصل؟ وهذه دراسات أنثروبولوجية ينبغي أن تعتمد على معرفة العلاقة بين صلة الرحم وصلة الملكية في المجتمعات البشرية عامة، وليس عندنا وحدنا. وأنا شخصيا أعتقد، وقد شرعت في بعض الدراسات، أن النظام الذي اقترحه القرآن هو أفضل نظام ممكن عقلا وليس دينا، عقلا. ومعنى ذلك أنه لا يوجد نظام أفضل من هذا النظام للجمع بين إمكانية التزاوج الخارجي خارج القبيلة، حتى تشمل صلة الرحم الجماعة كلها، مع احترام المحافظة على وحدة الأسرة ووحدة الملكية. وهذا نظام فيه من الذكاء وفيه من العمق وفيه ربما من أسرار الغيب ما يعثر الوصول إليه بمجرد الاجتهاد الإنساني، وبيان ذلك أنا شخصيا أعتبره ربما من المعجزات التشريعية التي فيها بعد توقيفي، بعد غيبي يعثر أن نفسره. المجال العلمي إذن هو الذي يعنيني، وهو العكس تماما، علينا نحن أن نستفتي الشعب فيما سينجر عن هذا القانون إن حصل. أمر إلى المسألة الثالثة، ما هي حال المشروع، يعني هذا القانون، هل سيمر أم هل سيتعثر ولن يمر؟ الأمر رهن طبيعة طرحه. أولا، طارحه اعتدى على القانون، لا أقول اعتدى على الدستور، اعتدى على القانون، لأن رئيس الجمهورية عندما طرح هذا المشكل برره بالتوفيق بين الدستور ومجلة الأحوال الشخصية، أي إنه حكم
بأن مجلة الأحوال الشخصية غير مطابقة للدستور، لأنها لا تحقق المساواة بين المواطنين، لأن الفصل الثاني من الدستور يحقق المساواة بين المواطنين ويعتبر الدولة مدنية، تعتبر معه الدولة مدنية، وتعتبر أن مدنيتها تنفي الفصل الأول من الدستور، يعني مستقلة عن الفصل الأول من الدستور. السؤال هو: هل رئيس الجمهورية محكمة دستورية يحق له أن يلاحظ عدم التطابق بين القوانين والدستور؟ هل له؟ ليس له هذا الحق. هذا الحق إن وجد ليس حتى للمحكمة الدستورية، هو للمواطنين أو للمؤسسات القانونية عندما تقدح في شرعية قانون من القوانين، فتعرض ذلك على المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية تعلن إن كان مطابقا أو غير مطابق للدستور، وحينها يمكن أن يقرر المجلس التشريعي تعديل إما في القانون أو في الدستور. ليس دائما عندما يكون القانون متعلقا بأمر أسمى من الدستور، والأمر الذي هو أسمى من الدستور هو مرجعية الدستور، ومرجعية الدستور هي عقائد الشعب وليس الدستور. الدستور له مرجعية أعلى منه وهي عقائد الشعب في كل شعب، إذا كان ملحد فعقيدته، وإذا كان مؤمن فعقيدته، وإذا كان يهودي فعقيدته، وإذا كان مسيحي فعقيدته. العقيدة أعلى من الدستور حتى في المجتمعات الملحدة. ومعنى ذلك أننا لو أخذنا مجتمع ماركس فإنه إذا وقع تعارض بين قانون والدستور في المجتمع الماركسي، فإن المراجعة تغير الدستور بالرجوع إلى الفلسفة الماركسية، ولن تغير الفلسفة الماركسية بالرجوع إلى الدستور. ومعنى ذلك فهذا مبدأ عام، إذن القضية مغلوطة. لكن الآن القوى السياسية، هذا المستوى القانوني، القوى السياسية قد يكون للقوى السياسية قدرة على فرض هذا التغيير غير الشرعي قانونا، لكن أعتقد أن ذلك رهن أمرين. الأمر الأول: إذا كانت القوى السياسية الحالية تتصور أنها ستصل سالمة إلى الانتخابات المقبلة فلن يمر القانون. لماذا؟ لأنها جميعا تخشى أن تخسر رأي الشعب في الانتخابات، وجميعها تطمع في أنها قد تنال رضا الحزب الأقوى في البلاد حتى تترشح وتنجح وتنال أغلبية، ومن ثم فجميعها ستحاول ترضية رأي الحزب الأقوى، يعني النهضة، وجميعها تسعى لترضية الشعب لا تغضبه قبل الانتخابات، ومن ثم فهذا القانون سيموت قبل أن يمر. ولكن إذا أرادت القوى السياسية أن تدخل البلد في حرب لا قدر الله وأن تحارب الشعب فلن يمر كذلك، لأنه سيؤدي إلى فوضى، وهذا يعني أن النخب التونسية، النخب السياسية التونسية ينقصها النضوج لتحقيق انتقال ديمقراطي سليم. في الحالتين أنا شخصيا أعتقد أن سواء كانوا عاقلين أو سواء كانوا متهورين فأن هذا القانون ليس له حظ المرور، وإذا مر فهو خدعة ولن ينجح وسيسقط بعد الانتخابات. المسألة الرابعة: وبها سأصل إلى مقترح أنهي به كلام، إذا أقدمنا على قلب الآية فجعلنا العلماء يستفتون الشعب، أو البحث العلمي في قضية اجتماعية، بدلا من أن نواصل العلماء يقترحون على الشعب فتاوى، فلن يكون لها مفعول، لأن الشعب يعلم بالضبط ماذا يريد وماذا سيفعل.
كونوا واثقين، كونوا واثقين أنه إذا ما استثنينا 5% ربما من لا ممن لا يفهمون لا معنى صلة الرحم ولا معنى الملكية ولا معنى العلاقة بين صلة الرحم والملكية، هم الذين يمكن أن يدافعوا عن مثل هذا الرأي، القانون هذا القانون. ولكن بقية الشعب بمن فيهم من يعتبرون أنفسهم ضد الدين وضد كذا وضد كذا، لا يمكن عندما يجد الجد تتحك الركائب أن يوافقوا على مثل هذا الرأي. ولذلك فلا بد أن نقلب الآية وأن نصبح نحن الذين نستشير بدلا من أن نبقى مستشارين نكلف أنفسنا بما لا معنى له. ليس للعلماء أن يفتوا إذا لم يستفتوا، وهذه علاقة خاصة بين فرد أو مجموعة أو هيئة وعلماء بحسب الاختصاص. ولكن واجب العلماء اليوم وخاصة علماء الإسلام أن يعكسوا الآية، أن يعودوا إلى فصلة 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات آيات الله لا تظهر في النصوص، القرآن يقول هي تظهر في الآفاق وفي الأنفس. الآفاق يعني في الطبيعة وفي التاريخ، وفي الأنفس يعني في عقائد الناس وفي معتقدات الناس. علينا أن نبحث في الآفاق في الطبيعة وفي التاريخ لكي نرى أهمية الملكية التي جعلت الإسلام في قانونه الجنائي يضعها فوق النفس، فوق النفس. أي إن قانون حكم السرقة أكثر صرامة من حكم قتل النفس في الإسلام، لأن الإسلام يشفع حكم قتل النفس بإمكانية العفو، بل إن الدولة تشجع على العفو، ولكن لا يوجد مثل ذلك في القرآن حول السرقة، لا وجود لإمكانية العفو، ولا يشجع الدولة بأن تطالب بالعفو وأن تنوب حتى على صاحب الدية فتدفع هي الدية عن القاتل إذا لم يكن بقصد. إذن نحن ينبغي أن ندرس هذه القضية في الآفاق وفي الأنفس وليس في النصوص. فتوانا نحن إذا فتوانا يعني رأينا العلمي، علماء الإسلام، ولا أتحدث عن الفلاسفة ولا أتحدث عن القانونيين، يعني لست من علماء الدين وإنما أتحدث كقانوني وكفيلسوف. فتوانا هي علمية وينبغي أن تعتمد على ما يوجد في الطبيعة وما يوجد في التاريخ وما يوجد في الأنفس وليس ما يوجد في النصوص، لأن القرآن نصحنا بذلك في الآية 53 من فصلة. أخيرا نصيحتي إذن هي أن نتوجه إلى الشعب وأن نطلب منه أن يراسل رئيس الجمهورية بأسمس كل المواطنين الذين يرفضون هذا القانون، يرسلون رسالة لرئيس الجمهورية ويقولون له نحن نرفض، وإذا أنت واصلت تأييد هذا القانون فأنت لم تبقى ممثلا لنا، فقدت شرعيتك لتمثيلنا. كل مواطن مقتنع بهذا، والمقتنع بغير هذا أيضا يراسل الرئيس ويقول له إذا أنت لم تطبق هذا القانون فأنت لا تمثلنا، وعليه هو أن يرى إذا وجد أن الأغلبية معه فهو عندئذ له الحق ويصبح قراره شرعيا. أما إذا وجد أنه ليس معه إلا البواقي مثل النظام الانتخابات الذي عندنا وكان مكرما للحيته، فعليه هو نفسه أن يسحب هذا القانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.